البرنامج تعاون مشترك بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الصحة والسكان. البرنامج ده بدأ في يوليو اللي فات، يوليو 2016، واستضاف لحد دلوقتي 9 علماء أطباء مصريين بقوا من أعلام الطب في العالم كله، جم شرفونا وزاروا مستشفيات في محافظات مختلفة، 7 محافظات في الجمهورية. كان في اهتمام شويه بالمحافظات الحدوديه ومحافظه وصعيد مصر، لانه احنا بنحاول نوصل الخبره العالميه للمريض المصري في كل انحاء الجمهوريه، ونوصل كمان الخبره العالميه للطبيب المصري في كل انحاء الجمهوريه. التحضير للزياره بالنسبه لي بيبقى اصعب من الزياره نفسها، لانه بيبقى في حاجتين: اول حاجه التواصل مع الخبير نفسه ومعرفه ايه هي النقطه اللي عنده يقدر يضيفها للطبيب المصري، او الحاجه المميزه اللي هو متميز فيها، وبعد كده توجيهه للمحافظة المناسبة للتخصص ده. دايما احنا بنحاول زي ما قلت لك نهتم بالمحافظات الحدودية وصعيد مصر، بس كمان بنهتم ببعض المحافظات اللي بتشتهر بمرض معين، زي مثلا واحد سيوة مشتهرة مثلا بأمراض دم الأطفال، لا أمراض الدم بتاعت الأطفال زي الأنيميا الخلايا المنجلية وكده، فبنوجه لهم الدكتور خبير في التخصص ده. لكن الخطوة الثالثة بعد ما اتفقنا على المحافظة واتفقنا على التخصص، بنبتدي نعلن عن وصول الخبير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق الإعلانات في المحافظة. إن شاء الله الخطوة اللي جاية هيبقى على موقع الوزارة، في لينك بيوصل إنه المريض المصري يقدر يختار كمان خبير معين هو عايز يتعرض عليه أو تخصص معين، ويحجز معاد مع الخبير اللي جاي.